يسعد الله مساءكم في لقاء جديد. طبعا لقاءنا اليوم بعد أن تناولنا البارحة، تناولنا ممكن أن أقول أن العاطفة لابد من تحديد أول نوع العاطفة، ثم بواعثها، ثم أحدد المشاعر وموطن تلك المشاعر، ثم أحدد الأسباب التي دفعت قلنا إلى إنتاج هذا النص. بعدها لابد من تحديد الخط الانفعالي للنص، وقلنا دائما نختم بتبيان رأيك أنت ككاتب أو كمتفائل. فالآن لدي دراسة البنية الفنية، هل ظهرت لديكم مادة العرض؟ نعم أستاذ، نعم ظهرت. أستاذ ظهرت. طيب عيني. إذن اليوم انتبهوا، إذن أيضاً درس وفي غاية الأهمية، وهو دراسة البنية الفنية، يعني نفس المبدأ الذي درسنا فيه البنية التجربة العاطفية، أيضاً البنية الفنية ومثلها غداً البنية الفكرية. فقط عندما أحفظ هذا المخطط أستطيع أن أقوم بدراسة أي أبيات تعطى لي. إذن درسنا لهذا اليوم بعنوان البنية الفنية، وكما قلت لكم البنية الفنية هي جزء من الدراسة الأدبية. تعرفنا في اللقاء السابق على كيفية دراسة التجربة الشعورية، اليوم سنقف عند البنية الفنية، وفي الغد إن شاء الله البنية الفكرية. سنتعلم اليوم بمشيئة الله دراسة الأسلوب التعبيري، يعني أنا عندما أدرس البنية الفنية ماذا أدرس بها؟ أدرس الأسلوب التعبيري وأيضا الأسلوب التصويري والموسيقى بنوعيها الداخلية والخارجية. إذن هذه النقاط الثلاث التي يجب أن أتعلمها. إذن في دراسة البنية الفنية أدرس الأسلوب التعبيري والأسلوب التصويري والموسيقى بنوعيها الداخلية والخارجية، وسنأتي عليها إن شاء الله. لاحظوا هذا المخطط الموجود في كتابكم، يعني عند دراسة البنية الفنية لابد من دراسة الأسلوب التعبيري والأسلوب التصويري والموسيقى. ومن كان شديد الملاحظة يرى أن الأسئلة التي ترد في الامتحان، عفوا في كتابكم، في عندي دائما تحت مسمى البنية الفنية راح تكون في عندي أسئلة حول الأسلوب التعبيري، بعدين أسئلة حول الأسلوب التصويري، ثم شيء اسمه الموسيقى، هذا قبل النحو والإملاء والصرف. تمام؟ فماذا أدرس بالبنية الفنية؟ أدرس ثلاث أشياء: الأسلوب التعبيري والأسلوب التصويري والموسيقى. طيب ماذا أدرس في الأسلوب التعبيري؟ انتبهوا ودققوا معي. في الأسلوب التعبيري أدرس أربعة أشياء، انتبهوا عيني، أربعة أشياء: أولاً ألفاظ والتراكيب، ثانياً الأساليب، ثالثاً النمط الكتابي، رابعاً البديع. إذن احفظوا، ماذا أدرس في الأسلوب التعبيري؟ أدرس في الأسلوب التعبيري أربع أشياء، إذن ألفاظ وتراكيب والأساليب والنمط الكتابي والبديع. هلا قد يسأل سائل، يعني أنا في التجربة العاطفية في عندك كمان من كنت أدرس الأساليب الألفاظ والتراكيب، لكن الألفاظ والتراكيب في البنية الفنية تختلف عن دراستها في التجربة الشعورية. في التجربة الشعورية يعني أحدد الألفاظ والتراكيب التي تشير لتلك أو ذلك الشعور. أما الآن في الأسلوب التعبيري، ماذا أدرس في الألفاظ؟ ماذا أدرس في التراكيب؟ وماذا أدرس في الأساليب؟ وما المقصود بالنمط الكتابي؟ وما المقصود بالبديع؟ إذن احفظوا الآن، احفظوها على شكل تعداد حتى نخوض بشرحها بعد قليل. إذن ماذا أدرس في الأسلوب التعبيري؟ الألفاظ والتراكيب، الأساليب، ثم النمط الكتابي، ثم البديع. طيب انتهينا أنا من الأسلوب التعبيري. بالأسلوب التصويري ماذا أدرس؟ أدرس، لاحظوا من المسمى، يعني الأسلوب التصويري الذي يتعلق بالصور البيانية، فأحدد جميع الصور الموجودة في النص الذي يعطى لكم. طبعا قد يسأل سائل، يعني هل من المعقول أن أستخرج كل ما في النص من صور؟ نعم، يعني في الغالب أنتم غدا تعطون ثلاث أبيات أو أربع أبيات، يعني بالكاد قد تجدون
تجدون صورة بيانية. طيب أنا في حال وجدت صورة بيانية ماذا أفعل لهذه الصور؟ أولا أحدد نوعها، نوع الصورة. ثانيا مصدرها، ما مصدر هذه الصورة، ثم سماتها، تمام، ثم أثرها، وهي بسميها القيمة الفنية. إذا احفظوا، ماذا أدرس بعد في الأسلوب التصويري؟ أستخرج الصور، أحدد نوع الصورة، ثم مصدرها، ثم سماتها، ثم أثرها، تمام؟ طيب، ثم ننتقل إلى الموسيقى وأدرس في الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية. طيب، تعالوا لنتعرف عليها بالتفصيل. إذا في عندي الآن نص أنا راح أقوم بدراسته بعد قليل، اللي هو أيضا نص لنازك الملاك. انتبهوا عيني بالنسبة إلى البنية الفنية. إذا قلت بالبنية الفنية أدرس أول الأسلوب التعبيري، وقلنا بالأسلوب التعبيري أدرس أربع أشياء، اتفقنا، ألفاظ وتراكيب والأساليب والأنماط، النمط الكتابة يعني، والبديع. إذا أكرر، إذا بالنسبة إلى البنية الفنية قلت أدرس فيها ثلاث أشياء، أحدد الألفاظ والتراكيب، ثم الأساليب، بعدين النمط الكتابة، ثم البديع. تعالوا لنتعرف ماذا أدرس في الألفاظ والتراكيب. انتبهوا عيني، الألفاظ والتراكيب، خلونا بالألفاظ. الألفاظ يعني تحدد أو تشير إلى هاي الألفاظ اللي بالنص، هل هي مثلا لاحظوا فصيحة ولا غير ذلك؟ انتبهوا، إذا فصيحة ولا غير ذلك، سهلة ولا غامضة، تمام، يعني هل هي واضحة ولا غامضة؟ طيب، هل هي سهلة بسيطة يعني؟ هل هي قوية؟ هل هي متينة؟ هل هي معبرة أم غير ذلك؟ إذا غالبا ودائما أقول الألفاظ دائما هذه الصفات التي أخذها، الصفات جاءت واضحة وسهلة وفصيحة وقوية ومتينة ومعبرة وموحية، تمام؟ وممكن أن أشير إلى بعض الألفاظ السهلة، مثلا الألفاظ الواضحة، قل ألفاظ واضحة مثل كذا وكذا، سهلة مثل كذا وكذا، ألفاظ مثلا معبرة فأذكر. طيب التركيب، ماذا أدرس بالتركيب؟ انتبهوا عيني، التركيب أدرس التركيب طويلة ولا قصيرة؟ هاي واحد، تمام؟ طويلة وقصيرة، يعني يا ترى في عندي جمل طويلة ولا جمل قصيرة؟ ولا زاوج، ممكن أنا أقول زاوج ما بين الطول والقصر، يعني أنا ممكن لاقي في النص جمل طويلة وجمل قصيرة، فأقول زاوج ما بين الجمل الطويلة والقصيرة، أو ممكن يكون غالب عليها الجمل الطويلة، أو غالب عليها الجمل القصيرة، تمام؟ فأنا أحدد إذن الطول والقصر، هذا واحد. اثنين، انتبهوا عيني، هل هي مترابطة ولا غير مترابطة؟ إذن أخذها مني، دائما وأبدا أقول جاءت التراكيب مترابطة ومتوافقة، وعرفت شلون؟ إذا مترابطة بسبب، إذا الرابط السببي. إذا دائما إذا أقول إذا بالتراكيب، هل هي طويلة ولا قصيرة؟ هل هي مترابطة ولا مفككة؟ لو كانت مفككة لما أصبح شعرا ندرسه. إذا بالتأكيد إذا التراكيب راح تكون مترابطة. إذا هاي خلصنا منها، أعطيت أول صفة. لكن الطول القصر، لو كان كل النص جمل طويلة ولقينا جملتين قصار، فأقول زاوج ما بين الطول والقصر. ولا تنسوا أن تحددوا شاهد، يعني بقول الجمل طويلة مثلا كقوله تغرب عن مختوض للدوح بلبلن فغرب في الدنيا وحيدا وشرقة، هذه جملة طويلة، وأقول واستخدم مثلا بدوي الجبل الجمل القصيرة عندما قال يزف لنا الأعياد، إذا انتهت الجملة، عيدا إذا خطأ وعيدا إذا حبى وعيدا إذا ناغى، إذا جمل قصيرة. إذا أقول زوج ما بين الطول والقصر، وغالبا إن الفاصلة هي من تشير إلى انتهاء الجملة. إذا هاي بالنسبة للأسلوب التعبير. إذا أول شيء اتفقنا الألفاظ والتراكيب، اتفقنا شو بدرس في الألفاظ وماذا أدرس في التراكيب. نأتي الآن إلى الأساليب. انتبهوا عيني، من كان متابعا معي في علم البيان وعلم المعاني بالتحديد، نحن أخذنا أسلوبين، أسلوب خبر وإنشائي، فأنا الآن سأقوم بتوظيف ما أخذته. إذا الأساليب، هل أقول مثلا طلع على النص،
هل الشاعر استخدم الأسلوب الخبري؟ نعم، كان مكثر بالأسلوب الخبري مثل كذا وكذا، تمام؟ لو رحت لأول نص في كتابكم لوجدت أنه استخدم الأسلوب الخبري، كل الجمل فيه خبري، لي من الشمس خلعة صفراء، تمام؟ لو تراني في الشمس والبرد قد أنحل جسمي، لي من الليل والنور والليل على الطول إلى آخره، لقد ذهب العمر، تمام؟ كلها تعب تلاحظوا أنه أسلوب خبري. والأسلوب الإنشائي نحن بنعرف الأسلوب الإنشائي عندي نوعين، طلبة وغير طلبة. إذا كنتم تتذكروا الأسلوب الإنشائي الطلبة من الأمر، يعني وقت بشوف أمر ونداء وتمني وغيرها، إذا كان في عندي بالأسلوب الإنشائي نوعين، إنشائي طلبة الأمر والنداء والتمني والاستفهام، أليس كذلك؟ وإنشائي غير طلبة مثل المدح والذام والتعجب والترجي والقسم. فأنا الآن طلع بالنص، إذا كان الشعر أكثر بالأسلوب الخبري أقول مثلا غلب على النص الأسلوب الخبري وأعطي الشواهد المناسبة، وانتبهوا إلى الأسلوب الخبري. يعني لا مانع أن تحدد نوع الخبر، هل هو خبر ابتدائي مثلا ولا خبر طلبي ولا إنكاري، وهذا أيضا أصبح من المسلمات بالنسبة لكم. يعني إذا ما عندي أدوات توكيد فهو طلبي أو ابتدائي، وإذا كان في مؤكد فهو طلبي، وإذا كان في أكثر من مؤكد فهو إنكاري. إذا بطلع على الجمال، وهون قد يسأل سائل، طيب بلك أنا عندي في هذا النص أسلوب خبري وفي عنده جمل إنشائي، إذا أيضا أقول الشاعر زاوج ما بين الأسلوب الخبري والإنشائي، وأذكر بعض الجمل على الأسلوب الخبري، ولا مانع من أن تذكروا بعض الجمل كمثال وشاهد على الأسلوب الإنشائي، وتحددوا الأسلوب الإنشائي طلبي ولا غير طلبي. مثلا قول مثلا يا أخي في الشرق في كل سكن، قول والله الشاعر هنا استخدم الأسلوب الإنشائي اللي هو يا لحظة الإنشاء الطلبي اللي هو النداء، تمام؟ إذن وهكذا. إذن بالنسبة للأسلوب وحدد أسلوب الخبري، هل هو خبر ولا إنشائي، تمام؟ فقط. في عندي أنا كاتب يكون هون الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي. هلأ معظم قصائدنا تعتمد الأسلوب الأدبي، ما عندي أنا قصائد، هاي بالحادي عشر لو كنتم تذكرون، وفي العاشر لدي بعض النصوص العلمية، يعني وقت نص بيتحدث عن زلزال أو مادة علمية أو كذا، يعني الأسلوب الأدبي اللي بيعتمد على إيش، يهتم باللفظ أكثر من معنى، تمام؟ أما الأسلوب العلمي اللي بيهتم بالمعلومة أكثر من الكلام، يعني بيهمه المضمون وليس الشكل. أما الأدبي بيهمه الشكل أكثر من المضمون. يعني أنا وقت بدي أكتب موضوع عن الزلزال ما في داعي أختار الجمل وأنمق جملي، لكن وقت بدي أستخدم الأسلوب الأدبي مثلا عن فصل الربيع مثلا، فأختار أفضل الجمل وأفضل العبارات وأوظف العلم البيان والبديع. إذن هل هو الأسلوب أدبي ولا علمي؟ إذن في الغالب الأسلوب في كتابكم ومعظم قصائدكم فيها الأسلوب أدبي، تمام؟ إذن ماذا أدرس في الأساليب؟ أدرس في الأساليب هل هو خبر ولا إنشائي، وإذا خبر بعطي أمثل وإذا إنشائي بعطي أمثل. في عندي ملاحظة انتبهوا لها ودققوا معي، رح تكون جواب لسؤال رح يتكرر معي كثيرا. كثير من الشعراء بتلاحظوا النص كلياته من الأسلوب الخبري، تمام؟ من الأسلوب الخبري. إذا سئلتم لماذا اعتمد الشعر الأسلوب الخبري هون، لماذا اتكأ، هكذا يقولون لكم، لعل الاتكاء الشعر على الأسلوب الخبري، تمام؟ على الاتكاء الشعر على الأسلوب الخبري. دائما الأسلوب الخبري الغاية منه الوصف وتقديم حال ما، فيعتمد على الأسلوب الخبري دون الإنشائي. إذن انتهينا من الألفاظ والتراكيب، وانتهينا من الأساليب اللي هو إنشائي والخبر والإنشائي. طيب ما المقصود بالأنماط؟ يعني إيش النمط اللي استخدمه الشاعر؟ تبعني المقصود الأنماط، في عندي أنا أربع أنماط نستخدمها: النمط الوصفي والنمط السردي والنمط البرهاني والنمط التفسيري. طيب وكل لحظة، يعني كل نمط له مؤشراته. يعني طيب ما معنى وصف؟ يعني وصف وقت بيكون يصف قصر، لو أنك نظرت، إذا يصف قصر كحلت بنوره أعمى لعاد إلى المقام بصيرة وضراغم سكنت عرين رئاسة، تمام؟ هذا وصف يصف. أما السرد، يعني السرد الذي يعتمد على الحكاية، يعني كأن أقول لكم، يعني من سرد حكاية لما توفي مثلا
عمره عبد العزيز، أو لما توفي هشام عبد الملك وتسلم الخلافة فلان، إذا هذا اسمه سرد. ففي عندي طريقة للسرد أو مؤشرات تدل على البرهان الذي يعتمد على التفسير، يعني لاحظوا البرهان والتفسير متقاربين. المقصود البرهان يعني ما معنى البرهان؟ يعني أنا عندما أحدثكم عن التدخين وأضرار التدخين أقول لكم، أقدم لكم البراهين أنه رئة الإنسان المدخن غير رئة الإنسان السليم، أعرض لكم صور مثلا، أو أقول لكم قال تعالى مثلا ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، إذا أنا أقدم وأقدم لها، إذا أعرض المشكلة وأقدم لكم البراهين. النمط التفسيري هذا الذي يعتمد على الأسلوب العلمي، يعني مثلا تحول الماء إلى جليد أو إذابة الحديد، يعني هاي الأمور العلمية تمام، مثلا تعرض لدرج حرارة كذا. فأنا حتى أريحكم من الآن، ما عندي بكتابي نمط تفسيري، في عندي وصفي في الغالب 99% من قصائدنا هي وصفية وسردية تمام. هلا ممكن في عندي بعض الأنماط اللي بنسميه الحواري، يعني ما معنى الحوار؟ يعني دائما وقت نشوفه قال وقلت، وهذا الحوار تمام، إن قال عد في غد فاحسب له جمعا، أو قال عد بعد عام، إذا هذا حواري. وبنفس الوقت وصفي، إني أعيذك في أدنى دوائرها من كل ذي إمرة بالكبر موصوفي تمام، ما إن يرق له قلب ولو رآك تشنق في حبل من الليف، لي من الشمس خلعة صفراء لا أبالي إذا أتاني الشتاء، وساوس لو حققتها لوجدتها من المهد كانت أذبا وضبع. إذا كله نمط وصفي، كله نمط وصفي. كما قلت لكم معظم قصائدنا من النمط الوصفي. البرهان قد تجدون في آخر نص إن شاء الله، إذا الله أحيانا في نص ابن الرومي في شيء من النمط البرهاني، عندما يقول ومن كان ذا حرص وجبن أتاه الفقر من كل جانب. إذا يعني يجب أن لا نعرض أنفسنا للموت من أجل الحصول على المال مثلا، فهذا يقدم لكم برهان أو تفسير. فإذا اتفقنا على الأنماط، هي أربع، احفظوها: النمط البرهاني، النمط السردي، والبرهاني والتفسيري. إذا هذه بالنسبة إلى الأنماط. الآن ماذا أدرس في علم البديع؟ انتبهوا، بعلم البديع عندي سؤال. علم، تفضلي أستاذ، وقت بتقلنا مثلا بيكون النمط وصفي مؤشر له، إيش هو المؤشر؟ المؤشر يعني ما في نمط إلا له مؤشر. الوصف الوصفي له مؤشر الوصف، له مؤشر وصف. يعني أنا عندما أقول لك أو الشاعر يقول قصر لو أنك كحلت بنوره أعمال عاد إلى المقام بصيرة، هذا يصف، ويصف جمال البركة، وضراغم لو سكنت عرين رئاسة، يصف أحوال القصر تمام. إذن هذا هو النمط الوصفي اللي يعتمد على الوصف، يعني في إيش يصف أشياء. والبرهان الذي يقدم، يعني يطرح ما ويقدم لكم برهان أو دليل. فأقول لكم إذا معظم قصائدنا تعتمد النمط الوصفي. طيب البديع، نعم تمام، يعطيك العافية، الله يعافيكم. أما بالنسبة إلى البديع، لاحظوا ماذا أدرس في علم البديع؟ في عندي انتبهوا، في عندي الطباق، المقابلة، والجناس، والتصريع تمام. طيب أيضا تذكرون باللحظة هون الأسلوب التعبيري، لحظة الأسلوب التعبيري يعني الذي يعتمد على التعبير. ونحن أخذنا علم البديع، ففي أخذت الطباق، وتعرف الطباق بنوعيه السلبي والإيجابي، المقابلة اللي هي تعتمد على التضاد، يعني الجناس بنوعه التام والناقص، والتصريع أصبح معلوم لكم. إذا أنا بجي لهذا النص بدي أدرس البديع فيه، فطلع إيش في عندي طباق محددة، إيش في عندي مقابلة، إيش في عندي جناس في تصريع، فكل هاي الأمور طلع. إذا قبل أن أنتقل إلى النمط الأسلوب الوصفي، إذا ماذا أدرس بالأسلوب التعبيري؟ انتبهوا، يعني أدرس أربع أشياء: الألفاظ والتراكيب، الأساليب، النمط الكتابي، والبديع. احفظوا المخطط، وحفظ المخطط يساعدكم في دراسة أي نص يواجهكم. إذا أكرر: الألفاظ والتراكيب، الأساليب،
والنمط الكتابي والبديع، أي علم البديع. إذا ولحظة، العلم البديع ممكن تشير إلى القيم الفنية، نحن تعلمنا أنه الطباق شو يفيد، الجناس ماذا يفيد وإلى آخر. ننتقل الآن إلى الأسلوب التصويري. لاحظوا عيني، الأسلوب التصويري نحن اتفقنا بالأسلوب التصويري، ماذا أحدد بالأسلوب التصويري؟ احفظوا معي، أحدد أولا نوع الصورة. طبعا الشريحة قد لا تكفي بالغرض، لكن احفظوا، حددت نوع الصورة. هلا قد أسأل سأل إيه ما نوع الصورة؟ الصورة راح تكون ثلاث أشياء، يا تشبيه يا استعارة يا كناية، تمام؟ إذا طلعت الصورة حددت نوع، تشبيه ذكرت نوعه، ونعرف نحن التشبيه عند التام الأركان والبليغ والمجمل والمؤكد والتمثيل، هذا نحن المطالبين به، الضمن والمقلوب ما لنا مطالبين به هذا العام. إذا حددت نوع الصورة، هذا أمر سهل بالنسبة لكم أصبح. طيب بعد ما حددت نوع الصورة، هل هي تشبيه ولا استعارة؟ حددتها. أنتقل، لاحظوا، بعد ما حددت نوع مصدرة، يا ترى هل هي من بيئة الشاعر ولا من بيئة أخرى؟ يعني أنا مثلا في القرن الواحد والعشرين عم بكتب قصيدة عن الصحراء والجمل، أكيد راح تقولوا أنه هذه الصورة الموجودة صور ليست من بيئة الشعر وإنما مستوحاة من بيئة البدو مثلا أو من بيئة أخرى. بدو الجبل عندما وصف ابن الساحل، هو ابن جبلة، عندما قال تغرب عن مخضوض الدوح بالبلم فشرق في الدنيا وحيدا وغرب، إذا يصف غابة وعصف، إذا هي هذه الصور من بيئته. إذا اتفقنا، إذا أحدد أول شيء نوع الصورة وعرفنا إيش معنى نوع الصورة. ثانيا بيئة إيش مصدر الصورة، هل هي من بيئة الشعر ولا من بيئة أخرى؟ إذا كنتم تذكرون ثالثا ماذا أحدد سماته، كيف يعني سماته؟ احفظوا عني سماته، هل هي واقعية ولا خيالية؟ يعني هاي الصورة يعني تدخل العقل ولا خيالي؟ إذا في غالب الصور لدي هي صور واقعية من الواقع، تمام؟ تمشي المصالح في أقلام دولتنا، مش الخنافس في جزم، إذا صورة واقعية ليست خيال. أنا لا أصف غولا ولا أصف أشياء وحصان طائر وأشياء إذا من الخيال. قد يصادفنا بعض الصور الخيالية، لكن معظم الصور اللي عندي إذا ما سماتها، إذا واقعية ومن الواقع. طيب انتهيت أنا الآن، بعدين قلت بدرس إيش أثره، إيش مقصود أثره؟ يعني القيمة الفنية. ومعظم علم البيان كما رأيتم إنه يفيد في توضيح المعنى، أليس كذلك؟ وفي تقريب المعنى لذهن القارئ مثلا، وممكن لإثارة الخيال. إذا هذا بالنسبة للأسلوب التصويري. أما الموسيقى، ماذا أدرس الموسيقى؟ انتبهوا عيني، الموسيقى أدرس فيها داخلية وخارجية. انتبهوا عيني، الداخلية، انتبهوا اللي متذكر معي سجلوا على دفاتركم، أدرس في الموسيقى الداخلية منابع الموسيقى الداخلية اللي تعرفنا عليها. ما هي منابع الموسيقى الداخلية؟ أنا راح أذكركم إياها إذا كنتم نسيتموها. إذا أولا التكرار، ثانيا الصيغ الاشتقاقية، ثالثا حروف الهمز، ورابعا البديع. وهون بالبديع نحن ما ندرس كل شيء بديع، وإنما فقط إيش في عندكم جناس. لاحظوا أنا منذ قليل درست البديع، لكن هنا يختلف البديع، يعني أدرس المحسنات إيش اللفظية، ما لها علاقة أنا بالمحسنات المعنوية. يعني هون ما بصير أنا طالع طباق، تمام؟ بالموسيقى الداخلية ما بصير طالع طباق، الطباق من المحسنات المعنوية. أنا الآن يهمني الجمال، المحسنات اللفظية. ما هي المحسنات اللفظية؟ الجناس، التصريع، المقابلة، التوازن، تمام؟ هاي أهم إيش محسنات اللفظية. إذا بعيد، ما هي مصادر أو منابع، كنا نسميها منابع الموسيقى الداخلية؟ الصيغ الاشتقاق، أول شيء التكرار، ثانيا الصيغ الاشتقاقية، ثم حروف الهمس، ثم البديع. يعني بين قوسين احفظوها المحسنات اللفظية التي أشرت لها. طيب للموسيقى الخارجية، ماذا أدرس في الموسيقى الخارجية؟ انتبهوا جميعا، سواء كان الطلاب العلمي أو الأدبي، أدرس في الموسيقى الخارجية حرف الروي.
يعني ما هو حرف الذي اعتمده الشاعر؟ تمام، لي من الشمس خلعة صفراء لا أبالي إذا أتاني الشتاء. لاحظوا اعتمد القاف الهمزة، إذا ما حرف الروي؟ الهمزة. حددت نوعه يعني الحرف يعني. تمام، ذكرت الأحداث الزمانية، راعى يزيد نضالا دونه وقراعة، العين المشبعة. تمام، إذا القاف هي العين. محمد الفراتي مثلا، كم به من غريب غير مألوف، إذا الفاء. تمام، والتصنيف والمألوف، إذا حرف الفاء. إذا بتحدد الحرف الروي، ويقصد بالروي يعني الحرف الذي يبنى عليه النص، يعني آخر الأبيات هذا الحرف الذي بني عليه، هذا نسميه الروي. هل نحن نتجاوز أحيانا نسميها القافية، لكن طلاب الأدب بيعرفوا القافية هي المتحرك ما قبل الساكن ما قبل الأخير، يعني ممكن يكون هي جزء من كلمة أو كلمة، هاي قافية. لكن نحن نتجاوزها، نخلط ما بين الروي والقافية. إذا الروي هو الحرف الذي يبنى عليه النص. طيب أنا إيه حددت الروي، بعد ذلك ماذا يطلب مني؟ يطلب مني أن أحدد، انتبهوا سهل جدا، هل الروي مقيد ولا مطلق؟ ما معنى مقيد وما معنى مطلق؟ إذا كان حرف الروي ساكن، ساكن، انتبهوا عيني، إذا كان ساكن بقول اعتمد حرف الروي كذا، وهي إيش؟ القافية المقيدة. تمام عيني؟ مقيدة. أما إذا كانت متحركة فهي إيش؟ مطلقة. إذا ما معنى مقيدة؟ ساكني. ما معنى مطلقة؟ يعني متحركة بفتح أو ضم أو جر، وغالبا في بيكون في عندي حرف إشباع مثلا. تمام عيني؟ إذا هذا المقصود بالموسيقى الخارجية. أحدد إذا حرف الروي، وأحدد ماذا؟ أحدد هل هي القافية مطلقة ولا مقيدة؟ وجماعة الأدب فقط، الأدب بس عندنا هون الإشكال، بتزيدوا أنتوا عن طلاب العلم فقط بتحددوا البحر. تمام؟ ما في داعي للتقطيع هون، أحدد البحر. يعني بقول حيث استخدم الشاعر ايش بحر الطويل لينفث مثلا عن ايش همومه الطويلة، مثلا البحر البسيط ليبسط لنا همومه، وهكذا. اذا بعيد الموسيقى الداخلية، منابع الموسيقى الداخلية التكرار، الصيغ الاشتقاقية، حروف الهمس والبديع. الخارجية الروي، القافية مطلقة ولا مقيدة، واضف استخدام البحر. تمام، اذا هذا هيك انا بكون ايش عرفت مخطط البنيه الفنيه. اذا بعيده على عجاله، البنيه الفنيه بدرس فيها الاسلوب التعبيري، الاسلوب التصويري والموسيقى. بالاسلوب التعبيري شفتوا عم بدرس الفاظ وتراكيب، اساليب، انماط كتابي، نمط كتابي والبديع. الاسلوب التصويري الصوره، نوعه، سماته، واثره. تمام؟ طيب ماذا أدرس بالموسيقى؟ داخلي، تكرار، صيغ اشتقاقية، وحروف همس، وبديع. خارجية أدرس الروي، القافية مقيدة ولا مطلقة، وأضف إلى تسمية البحر. تسمية البحر فقط للأدب وليس للفرع العلمي. طيب في عندي نص للشاعر نازك الملائكة، بقي لدي 5 دقائق. انتبهوا كيف راح تكون الدراسة. إذن نازك الملائكة، البارحة حدثناكم عن هذه الشاعرة العراقية التي ولدت في العراق وفي أسرة، هذه الأسرة اللي هي أسرة متحررة، وكما قلنا ضروري الممهدات الخارجية. فالآن لدي النص، تقول الشاعرة نازك الملائكة في نص يوتيوبيا ضائعة، ومرت حياتي مر سدى ولا شيء يطفئ نار الحنين، يطول على قلب الانتظار وأغرق في بحر يأس حزين، أحاول أن أتعزى بشيء بغاب بواد بظلة التين. لاحظوا الآن أنا بدي أطبق إيش ما تعلمته منذ قليل، البنية الفنية، أسلوب تعبيري، تصويري، والموسيقى. انتبهوا وعلى عجال. الأسلوب التعبيري، لاحظوا الألفاظ وتراكيب، الألفاظ صفاتها موحية، معبرة، واضحة، ملائمة للموضوع، كقولها الحنين وقلبي. إذن لاحظوا دائما يعني
هاي السمة العامة للألفاظ. التراكيب، تراكيب واضحة متينة ومترابطة، اتفقنا دائما كل متينة ومترابطة وملائمة للموضوع. طبعا في عندي جمل طويلة وجمل قصيرة ممكن أذكرها، وأغرق في بحر يأس حزين، هاي جملة طويلة، ولا شيء يطفئ نار الحنين تعتبر الجملة طويلة. الأسلوب نقول اعتمد الشاعر الأسلوب الخبري كله، روح على النص راح تشوفه كله أسلوب خبري، ما عندي لا نداء ولا أمر ولا استفهام ولا تمني، فاعتمد الأسلوب الخبري. لا أعطينا مثال، ما مثال، مرت حياتي مرة السودان، هذا خبر، ما له هذا الخبر ابتدائي صح، ما في ولا مؤكدات. الغرض منه هون قلنا لكم الأغراض الخبر إذا كنتم تذكرون قلت لكم الغرض هو حسب الجملة، بماذا توحي الجملة، عما تتحدث الجملة، هنا تتحدث القيمة الفنية لها إظهار خيب الخيبة والإنكسار. طيب الأسلوب الكان متبع أسلوب أدبي، ما عندي أسلوب علمي، أسلوب أدبي، أدبي من خلال بروز ذات الشعر ورقة الألفاظ، اللي بيهتم بالألفاظ هذا أدبي، أما الذي يهمه المضمون الشكل وليس المضمون هذا أسلوب علمي. طيب النمط الكتابي إذا شفته تبع النمط، تبعت النمط الوصفي من خلال استخدامه للصور البيانية، تصح مرت حياتي مرة السودان، أحاول أن أتعزى بغاب بواد بظلة، كل وصف. البديع الآن ماذا يوجد من ألوان البديع في النص؟ عنده يطفئ نار، هذا طباق إيجابي، ما عندي غير هذه. طيب ما هي القيمة الفنية للطباق؟ نعلم أن الطباق يفيد في توضيح المعنى وإثارة الخيال، تمام؟ لاحظوا إظهار المعنى بجلاء ووضوح وإعمال العقل في المتناقضات وإثارة الخيال وإثارة المشاعر. طيب الأسلوب التصويري، إيش في عندي صور في هذا النص؟ أنا ممكن لو بحثت في كل النص لا أجد إلا صورة واحدة. لاحظوا نار الحنين، شبهت الشعر الحنين بالنار وحذفت وجه الشبه والأداة، فالتشبيه بليغ، نار الحنين. ما هي القيمة الفنية للتشبيه؟ إثارة مشاعر الشوق والحنين وإثارة الخيال من خلال تشبيه الحنين بالنار، النار كالحنين في كذا، هذا تشبيه يصبح بليغا. طيب نجي للموسيقى، الموسيقى ماذا ندرس فيها؟ التكرار. طيب في عندي تكرار أذكره من خلال تكرار الكلمات، مثل مرت حياتي مرت سدد، تمام، لاحظوا مرت وردت أكثر من مرة من خلال تكرار الأحرف. مثلا في عندي الياء، حياتي شيء حنين، إذا مثل ما قلت لكم أول شيء بدور على تكرار الكلمات، ما لقيت بطلع على تكرار الحروف، تمام، أي حرف لا على التعيين. الموسيقى الخارجية من خلال استخدام حرف النون، أليس كذلك؟ طبعا وهو حرف الروي، وهالقافية مثل ما كنتم شايفين مقيدة يعني ساكنة، القافية المقيدة طبعا هي من القوافي الغير محببة، لأن القافية المطلقة تساعد على امتداد النفس، يعني تساعد على التعبير أكثر عما يجول في صدر الشاعر أو الإنسان حتى المتلقي، يعني المقيدة قد تقيد وتحبس أنفاس وتحبس، لا يعني لا يستطيع أن يفصح عن كل شيء. فهنا استخدم الشعر القافي المقيد. هذا سؤال كمان احفظوا لي رح يزيد كثيرا، أيهما أفضل، القافي المقيدة ولا المطلقة؟ لا المطلقة. ليش المطلقة؟ احفظوا عيني، المطلقة لأن تمنح الشعر مرونة لا تمنحها القافي المقيدة. إذا أكرر، لماذا نفضل القافي المطلقة؟ لأن القافي المطلقة تمنح الشعر مرونة لا تمنحها القافي المقيدة، ويستطيع أن يعبر أكثر عن خوالج صدره وما ينتابه من مشاعر. إذا القافية هنا قافية مقيدة، قيدت الشعور وعبرت عن العجز أو الحزن عفوا. طبعا هيك نحن بيكون انتهينا من دراسة البنية الفنية. في عندي وظيفة رح نترك لكم إياها بالوقت المتبقي، انتبهوا عيني. قال الشاعر ابن حمديس الصقلي في قصيدة بعنوان قصر اللؤلؤة، قصر لو أنك كحلت بنوره أعمى لعاد إلى المقام بصيرا، وإذا نظرت إلى غرائب سقفه أبصرت روضا في السماء نظيرا، وضعت به صناعه أقلامها فأردك كل طريدة تصويرا. فلاحظوا يعني النص بين
وظاهر لدي أنه نص وصفي. إذا المطلوب منكم ادرس البنية الفنية الأبيات السابقة من حيث من، كمان أكرر، من يستطيع دراسة 3 أبيات، دراسة البنية الفنية كاملة، أسلوب تعبيري وأسلوب تصويري وموسيقى، فهذا جيد. من لا يريد أن يدخل كثيرا فادرس البنية الفنية الأبيات السابقة من حيث فقط الألفاظ والتراكيب، البديع، أسلوب التصوير والموسيقى. تمام؟ واضح؟ إذن ما طلبت هون، غير مطلوب منك استخدام الأسلوب، هذا أسلوب خبري مبين. تمام؟ والأسلوب الخبري في لحظة، في ابتدائي وفي قصر وضعت في صورة ابتدائي قد كحلته، إذا من النوع الثاني اللي هو الطلبة. إذا مطلوب منكم فقط أن تدرسوا لي هذه الأبيات، ادرس الأبيات التالية من حيث البنية الفنية الأبيات التالية. تمام؟ هيك بكون احنا تعلمنا اليوم دراسة بنية الفنية، تعلمنا فيها دراسة الأسلوب التعبيري، دراسة الأسلوب التصويري، ودراسة الموسيقى بنوعيها الداخلية والخارجية.